السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم أحبابي في حلقة جديدة اليوم إن شاء الله بطريقة جديدة. رسم الجبال والبحيرة في المنظر الطبيعي بسهولة. شدوا معي الرحال. اللون الأزرق والبنفسجي والأسود والأبيض، الفرشاة العريضة، لون السماء. لاحظوا طريقة طلاء ديالي، دائما كنبلل الكانفاس والقماش ديالي واللوحة بالماء. لون تركواز، مساحة نصف اللوحة اللي درت في اللون الأول. اللون الثاني اللي هو تركواز وخليط من الأصفر والأزرق والأبيض. لاحظوا نصف ديال المساحة ديال الكانفاس اللي دمني اللون التحت ديال البحيرة، وغادي نحاول ندرج اللون بإضافة اللون الأبيض للمساحة التحت، ونعود نكرر اللون باش دائما المساحة التحت تكون ضرب فيها الإضاءة. كذلك بالنسبة للسماء على الجهة اليسرى كندير اللون الأبيض باش نعطي إضاءة دائما للانعكاس الفوق في السماء والتحت في المياه. مرة أخرى كنعود نكرر اللون باش دائما يبقى يبان اللون متدرج في السماء وفي البحيرة. غنضيف اللون الأصفر على اللون تركواز اللي درته في البحيرة لتحت، ونعود نكرره في المساحة اللي يعني عطيت الإضاءة كيف ما كتشوفوا بالفرشات ديالي. ثم نزيد نقوي اللون تركواز بإضافة اللون الأخضر والأزرق والأصفر باش نعطي قوة للون لتحت. رجع اللون الأزرق اللي درت في لون السماء، ضفته لون أزرق تانت وقويته. لاحظوا الدرجة، غيرت الطبقة الأولى خفيفة، الثانية الآن قوية. غادي نرسم بها سحاب في السماء بكل سهولة. لاحظوا عملية رسم السحاب بالفرشاة العريضة، كنوزعها بخفة ثم نخطط المنظر ديالي اللي عبارة على جبال كيف ما كتشوفوا أحبابي. جبال غتكون دائما في مستوى خط الأفق، جبال كثيفة وكثيرة. ثم غندير تلال رملية بالحجر والحصى، وكيف ما شفتوا التأطير والتخطيط بفرشاة لسان الطير واللون الأسود باش يحدد لي الأبعاد بقوة. الآن غادي نهيئ لون ديال السحاب. لاحظوا اللون الأحمر واللون الأصفر كريم واللون الأبيض واللون البنفسجي وقليل من الأسود، مجموعة من الألوان اللي غادي تعطيني سحاب بالألوان الكلاسيكية. لاحظوا هذا النوع ديال السحاب واللون ديال السحاب وكيفاش غادي نبدأ نصنع في الموتيف ديال السحاب. عملية دائرية بالفرشات كيف ما دائما كنحاول نحدد المساحة اللي فيها السحب في السماء، الجهة العلوية من اللوحة، ثم كنجي الخط الأفق على مستوى الجبال فوق الجبال مباشرة، وكندير واحد المساحة كذلك. نعود نكرر الإدماج ديال السحب ثم نعطيه مساحة على مستوى الجبال اللي على أقصى اليسار وندمج. لاحظوا عملية الإدماج، دائما المساحة ديال السحب كنحاول ندمجها بفرشات مبللة. نوزع نفس اللون على الجهة اليمنى ثم نخفف باللون أصفر كريم والأبيض. لاحظوا عملية الإدماج من الجوانب ديال السحب فقط باش تبان السحب ضبابية في السماء وما تكونش مجرد كتل. كما أقول دائما دمجها حتى يذوب اللون ديال السحب في اللون ديال الخلفية ديال السماء. لاحظوا العملية ديال الإدماج دائما بالفرشاة الأنجولو، كنكرر العملية إلى أقصى حدود باش يذوب اللون ويعطيني واحد المساحة ديال الضبابية في السحب كما ترون. غنضيف اللون الأبيض والأصفر كريم
والبني خفيف. لاحظوا درجة اللون باش يبقى خفيف ونضوي به السحب كيف ما غتشوفوا. غندخلوا في السحب على الجوانب ديال السحب باش تبان إضاءة وانعكاس ضوئي في السحب، وتكرار هذه العملية هو اللي غيعطيني انعكاس الإضاءة على السحب. غنحاول دائما ندخل هذا اللون ودرجته ونلعب باللون الأبيض والأصفر على المساحة ديال ألوان السحب. لاحظوا الجوانب اللي كندير فيهم اللون، أحيانا كنديرهم على الجهة اليسرى، أحيانا على الجهة اليمنى، أحيانا كندخلهم الوسط باش يكون تنوع لوني وانعكاسات ضوئية بهذه الألوان. ولاحظوا حتى درجة اللون ديال السحب يعني كتبان غريبة لأنها ألوان كلاسيكية، وهكذا رسم القدماء السحب. غنضيف اللون الأبيض والأصفر كريم والبنفسجي، والآن غنقوي اللون الأبيض باش يبان ويظهر ويعطي واحد الإضاءة أخرى. غادا تكمل ليا ما تبقى من درجات اللون في السحب. لاحظوا عملية إدخال هذا اللون غيعطي للسحب نوع آخر من التنوع اللوني، ويبان غنى لوني في السحب جميل ورائع. وبطبيعة الحال غنوضع هذا اللون ثم غندمجه مع باقي الألوان، وغتشوفوا أحبابي كيفاش مني غيتدمج غيعطي واحد الجمال في السماء رهيب كيف ما غتشوفوا. لاحظوا العملية ديال إدخال لون الإضاءة، كنحاول دائما نلتمس الإضاءة، ماشي ضروري نحددها في شي منطقة ولكن نلعب بها حيثما كانت السحب باش يبان تنوع ويبان واحد الرفلي واحد الانعكاسات متنوعة في لون السحب. لاحظوا عملية الإدماج الآن وتكرارها يعني هو اللي كيعطيني السر في جمالية السحب وتموضعها في السماء بقوة. الآن اللون البنفسجي والأزرق والأبيض غنديرو بخفة على الجبال اللي في الخلفية، غتبان في الخلفية جبال خفيفة مثلجة، وهذا اللون الأول. لون خفيف كيستمد الإضاءة ديالو من لون السماء. ضروري ندخل اللون البنفسجي والأزرق والأبيض باش يعطي واحد أولا تنوع لوني، ثانيا يبين لي الانعكاس ديال ألوان السماء ولكن على مستوى الجبال فقط، أما درجة اللون في الجبال كتبقى قوية ومعزولة على ألوان السماء. الآن البنفسجي والأزرق والأبيض، لاحظوا درجة اللون القوي، ثم غنضيف اللون الأسود خفيف كيف ما شفتوا، ونزيد اللون البنفسجي وندير اللون قوي في الجبال اللي في المقدمة، غتكون وسط جبال وسط الجبال، يعني هنا مساحة ديال الجبال كثيرة ومتعددة. لاحظوا كيفاش بانت الجبال اللي في الخلفية وكيفاش بان تناغم اللوني بين لون السماء والجبال. لاحظوا ثم تدريجيا كنبدأ نقوي في اللون ونقصح في اللون ونعطيه قوة، لأن هاد السلسلة ديال الجبال متنوعة في الألوان. لاحظوا اللون البنفسجي والأسود والأزرق، طبيعة الحال اللون الأول كثرت فيه اللون الأزرق، الثاني كثرت فيه اللون الأسود، الثالث كثرت فيه اللون البنفسجي، وهكذا دائما كنلعب ثلاثة الألوان بالإضافة وبالنقصان. الآن اللون الأزرق والأسود والبنفسجي مرة أخرى، غادي نحاول نقوي اللون الأزرق والأسود في هذه الدرجة مع إضافة طفيفة للأخضر. حاولوا ما أمكن تركزوا معايا في كيفية إدماج الألوان، وغندير هذا الطلاء في الجبل اللي بقى معزول كيف ما شفتوا على مستوى البحيرة مباشرة. الجبل كيبان قوي اللون ديالو، لون الظل ديالو قوي، كذلك نفس طبقة ديال اللون غنديرها في خلفية الأشجار والحشائش الجبال، غندير جبال هناك
لاحظوا درجة اللون والطلاء كنديروا بفرشة الأنجولو الخفيفة الرقيقة كيف ما كتشوفوا. نحاول نعمم الطلاء ديالي بكل سهولة، كتبقى لي المساحة الأخرى ديال الأتربة والصخور والأشجار والحشائش، غنهيئ لها اللون الأحمر والأسود. لاحظوا اللون الأحمر والأسود، هذا الأحمر لون ترابي، أحمر ترابي شبيه بالقرمزي وشبيه بالبني وشبيه بالأحمر الآخر، كيعطيني لون رائع مع اللون الأسود. ثم كنحاول نخفف ونقوي اللون على حسب كل مساحة ديال الظل. إلا لاحظتوا الجهة اليسرى درت فيها اللون أحمر قوي، الجهة اليمنى درت فيها اللون أسود، وهما لونين فقط. كنضيف على اللون هنا على الجهة اليمنى اللون أسود بقوة، الجهة اليسرى كنضيف اللون الأحمر بقوة. ولاحظوا تنوع اللوني كيفاش دير، لأن ابتداء من لون الظل كنبدأ نعطي الإضاءة والظل من لون الظل، لأن هاد المسألة كتهيئني باش تساعدني ألوان الضوء مزيان وتبان. لاحظوا كيفاش غيرت اللون الآن، كذلك غنضيف اللون الأحمر مرة أخرى، اللون الأصفر كريم الآن، وغنخفف اللون في المساحة الوسط. هذه غتكون هنا أتربة ورمال وحصى وصخور. لاحظوا التدرج كيفاش كيبان رائع وجميل. وهكذا نهيئوا ألوان الظل، الآن اللون الأسود والأحمر مرة أخرى ولكن بقوة اللون الأسود، كنعطي يعني كمية عفوا للون الأسود على اللون الأحمر بقوة. ولاحظوا كيفاش كنلعب بالألوان بطريقة جميلة وسلسة وسهلة باش نهيئ الألوان ديالي منذ البداية وما لقاش صعوبة في توزيع ألوان الضوء. الآن اللون الأبيض، فرشاة الأنجولو المسننة اللي في شكل مثلث، غنبدأ أرسم الآن في الثلوج، وغنمشي على المساحة اليمنى في السلسلة ديال الجبال اللي في الخلفية تحت السحب مباشرة. لاحظوا العملية ديال الطلاء أو ديال صنع الموتيف ديال الثلوج في الجبال. كنهيئ دائما المساحة اللي على الجهة اليمنى لأن الإضاءة والانعكاس كيبان تما وكتبان الثلوج على هذا الشكل. ثم كندير عروق خفيفة برأس الفرشاة، لأن فرشاة الأنجولو عندي هنا مسننة ورقيقة وفي شكل مائل، يعني في الشكل ديال الموس السكين، دقيقة جدا، كتحدد لي الموتيف ديال الثلوج بشكل رائع وجميل، وكتعطيني حتى العروق. لاحظوا العملية ديال توزيع الثلوج والعروق وكيفية اللعب بالفرشاة هنا، كيحدد لي الشكل ديال الثلوج، لأنني كنحاول دائما نضرب بجميع الجهات ديال الفرشاة، كنقلب نضربها بالرأس ديالها وفي الطرف وحتى من الرأس ديالها وهكذا باش نعطي ثلوج هنا. لاحظوا الجهة اليمنى دائما باللون الأبيض، الجهة اليسرى كنخليها على طبقة اللون الأول اللي درت باش دائما يكون التناغم اللوني. وهذه هي العملية وهذا هو السر ديال يعني اكتمال المنظر. غندخل الآن اللون الأبيض في نفس الطبقة ديال لون الظل ديال الجبال، لون بنفسجي وأزرق، وغنضيف عليه الأبيض باش ندير عروق خفيفة على الجهة اليمنى، عفوا الجهة اليسرى. ثم غنمشي للجبال اللي بقات وغندير لها إضاءة باللون خفيف، ماشي باللون الأبيض ولكن خليط من اللون البنفسجي والأزرق والأبيض بعروق رقيقة. لاحظوا رأس الفرشاة باش كندير العروق، لاحظوا العملية ديال العروق بالرأس وبالطرف، يعني الجهة اللي كتكون دقيقة ورقيقة اللي كتعطيني هاد الخطوط الرقيقة تشبه العروق. ونزيد نأكد اللون ونعاود نكرر الضربات. الآن اللون الترابي اللي دمجت فيه اللون الأصفر والأحمر ترابي والبنفسجي والأبيض،
وبنفس الفرشاة غنبدا الآن في لون الضوء في الجبال البنفسجية اللي شتو الآن على الجهة اليمنى. دائما غنمشي على نفس النسق ألوان التلوج درت على الجهة اليمنى، هنا اللون الترابي في الجبال البنفسجية غندير على الجهة اليمنى. ولاحظوا كيفاش كنكون الموتيف ديال التلوج وكيفاش كنترك واحد المساحة دائما بلون الظل، كتبقى بلون الظل. وانعراجات الجبل كتبان دائما في شكل ملتوي، ما عندوش اتجاه واحد. لاحظوا كنخلي واحد المساحة ديال الظل ولكن بأشكال متعرجة. لاحظوا الآن غنمشي للجهة اليسرى وغنعطي إضاءة كذلك على جانب الجبل، الجبل البنفسجي كله غنحاول نعطي إضاءة من الفوق وندخل بالإضاءة من الداخل ونخلي واحد المساحة ديال اللون البنفسجي. لاحظوا كيفية صنع الموتيف وصنع الانعراجات والتفاصيل ديال الجبال بنفس اللون وبنفس الفرشات. كندير هذا اللون يعني كفراش مرة أخرى ديال لون الضوء. من بعد غنبدأ ندرج في الألوان، نعود نكرر اللون باش يبان قوي، ما يبقاش يبان لي اللون البنفسجي على الجهة اليمنى. مجرد من يعني نحط الموتيف ديالي كننتقل للجهة الأخرى بنفس اللون. دائما كنحاول نخفو باللون الأصفر كريم والأبيض خفيف ولكن يبقى تقريبا بنفس الدرجة. لاحظوا كنغير اللون لأن الانعكاسات الضوئية في هذه المساحة لابد ما خصها تكون ميمشيش لون واحد حتى يبان يعني نشاز ويبان الخطأ في اللون. ضروري كاين واحد التنوع لوني خصو يبان فيه لون على الآخر، يبان اللون الأبيض قوي بنفس الطبقة ويبان الأصفر كذلك بنفس الطبقة. كنضيف الألوان على نفس اللون اللي كتشوفوا الآن، لون ترابي. مرة كيبان اللون الترابي بنكهة الأصفر، مرة كيبان بنكهة الأبيض، وهكذا. وإلا لاحظتوا راه لا كاين تنوع، كاين واحد الفرق ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى، لأن الجهة اليسرى فيها الإضاءة أكثر والجهة اليمنى غامقة شيئا ما. لاحظوا أحبابي التنوع اللوني هنا، ودائما بإضافة اللون كريم أصفر والأبيض على نفس الطبقة اللي هي اللون الترابي. الآن غنضيف اللون الأبيض والبنفسجي على نفس الطبقة. لاحظوا وغندير واحد شدرات وضربات خفيفة بنفس الفرشاة، غتكون اللون ترابي خفيف جدا، غيعطينا واحد الإضاءة واحد اللسعة ضوئية بجرات ولسعات. لاحظوا نحاول نعممها بشكل مختلف، ندير ضربات خفيفة في جهة وندير ضربات قوية في جهة أخرى كهذه الجهة. الجهة اليمنى غنعطيها يعني إضاءة كثيرة لأنها معرضة للإضاءة أكثر، والجبل راكبا خارج هنا بالمقارنة مع هاد الجهة الأخرى غندير فيها لسعات خفيفة فقط. لاحظوا كيفاش كان يعني كنحاول نخدم بالفرشات مسطحة باش تعطيني الموتيف دائما كما أقول دائما. ونكرر اللون ونحاول نوزع اللون، نبدأ الآن باللون البنفسجي والأبيض والأسود والأزرق والبنفسجي. لاحظوا التركيبة اللونية اللي غتعطيني واحد اللون غنستمدو من لون الظل ديال هذا الجبل، يعني في خليط الأسود والبنفسجي والأزرق والأبيض وشيء من الأخضر. درت لي اللون الأبيض عطى هذا اللون، وغندير العروق. لاحظوا العروق اللي غادا تكون لي الموتيف ديال الجبل. نحاول نعمم العروق على الجبل تحت والفوق لأنني غادي ننتهي بلون آخر كيف ما غتشوفوا. ولا لاحظتوا راه دائما كنخدم بنفس الفرشاة لأن الفرشاة كتساعدني بشكل كبير، مسننة ودقيقة وصغيرة وكتدخل ما بين الزوايا الضيقة. لاحظوا كيفاش كتنساب معايا وكتساعدني بسرعة ودقة وكتوفي بالغرض في هذا الموتيف. لاحظوا العروق. ثم الآن غنجيب اللون الترابي اللي درتو في الجبال الأولى ونزيد عليه الأصفر
ونضيف عليه الأصفر ونديره فوق هذا الجبل، لأن هذا الجبل غيكون متنوع لونيا، فيه انعكاسات لتحت وفيه ظل وانعكاس كذلك ديال التراب وفيه أتربة. لاحظوا اللون، لون يميل إلى الأصفر كريم، ولكن بنكهات اللون الترابي الأول اللي درت. ولا لاحظتوا الآن مني نشفات الألوان، بان الاختلاف ديال الجهة اليمنى مع الجهة اليسرى مع هذا الجبل اللي كنخدم فيه. كاين تنوع ضروري، لأن هذا التنوع خاصني نديرو في الطبيعة باش تبان الانعكاسات الضوئية وتبان الواقعية وشيء من يعني الجمال في المنظر الطبيعي. الآن غنضيف اللون الأزرق والبنفسجي على نفس الطبقة والأبيض، ونبدأ الآن نعرق في الجهة اللي فيها الحشائش والأتربة، ونبدأ ندير في عروق وحشائش رقيقة. لاحظوا عبي خطوط رقيقة وعروق ونقط، كنحاول ندير موتيف كيبين لي أشجار بعيدة وأحجار وصخور ليس لها يعني معنى وليس لها عنوان كيف ما كتشوفوا، لأنها ضبابية وبعيدة. ثم غنضيف اللون الأبيض مرة أخرى وندير حشائش بضربات خفيفة على الجهة اليمنى. لاحظوا اللون ديال الظل خليط من البني والأخضر في هذه الجهة، كيبين بأن هناك أشجار وصخور. ونحاول دائما نعطي الإضاءة من الجهة اليمنى، لأن الانعكاس دائما غادي به على الجهة اليمنى كيف ما شفتوا في سائر المنظر الطبيعي. نحدد الضربات بفرشاة الأنجولو الجميلة اللي كتعطيني هذا الموتيف، اللون راه ميل البنفسجي والأبيض والبني خليط في تقريبا أربعة ألوان. رجع الآن اللون الترابي بخليط من اللون الأصفر كريم والأحمر والأسود والأبيض. لاحظوا اللون فين غنوزعوا لتحت مباشرة تحت الجبال والتلال وعلى مستوى البحيرة مباشرة، الخط اللي كيفصل ما بين البحيرة والجبل المعشوشب. اللون ترابي جميل كيستمد الطاقة ديالو من ألوان السحب وكذلك من ألوان الجبال، إلا أنني ضيف ليه اللون الأصفر كريم والأبيض، ودائما كنوزعو بالفرشات الأنجولو اللي خدمت بها كاع المراحل ديال اللوحة كيف ما شفتو. وغنحاول دائما نعطي إضاءة بهذا اللون على هذه المساحة فقط، غادي نوقف في هذه المساحة باش نضيف اللون الترابي الأحمر، وغتشوفوا كيفاش غيتناغم هذا المنظر. اللون الترابي غنضيفو على نفس الطبقة اللي شفتو الآن، غيعطي واحد اللون جميل. ثم نوزعو فيما تبقى من المساحة اللي كتبان لكم غامقة فيها اللون الأسود والأحمر بفرشاة الأنجولو الجميلة اللي غيرتها، غتعطيني هذا الموتيف. لاحظوا كيفية توزيع الإضاءة، ودائما كنترك واحد المساحة مظلمة فيها لون الظل باش تبين لي التراب والأحجار والحصى، تنوع باللون الترابي جميل. ثم غنضيف كذلك اللون هناك باش تبان تشكيلة ديال الألوان والتناغم اللوني في شكله الجميل الرائع. نخلي المساحات المظلمة ديالي ونوزع الألوان ديالي بخفة كيف ما شفتوا. الآن غنضيف اللون البنفسجي والأزرق والأبيض باش يعطيني اتجاه آخر للون، ونديره كخطوط ونقط ومربعات غتبين لي شكل ديال صخور وأحجار وموتيف بعيد، لأن هذا المنظر كيبان من بعيد. خصني ندير دائما المناظر غير واضحة ولكن كتوحي لنا بأن هناك شيء، أحجار وأشجار. لاحظوا ثم باللون الأصفر كذلك اللي غنضيفه على نفس الطبقة غنديره من تحت، غتبقى لي السلسلة ديال الصخور اللي داخلة في البحيرة، غنحاول نجيب السكين ديالي اللون الأصفر والبني
والابيض، نخلق واحد اللون ترابي فيه لون يعني الاخضر تقريبا لون زيتي ترابي، ودائما التنوع اللوني كنحاول نلعب عليه باش ما يبقاش لون واحد طاغي على المكان، لان هناك احجار وحصى ورمال ضروري يكون تنوع لوني وكتكون الوان غريبه وعجيبه كيف ما شفتوا. لابد من نختار الالوان اللي غنخدم بها، لان هاد العمليه ديال ادماج الالوان كتخرج الوان اللي ما كتكونش في الحسبان، ما كنكونش عندي عليها علم وكنخترقها وكنخترعها بكثرة الإدماج وكثرة تخليط الألوان كيف ما شفتوا. ثم غنضيء باللون الأبيض والأصفر بالسكين على تحت الجبال باش تبان إضاءة للأتربة والأحجار هنا، وندير اللون الأصفر والأبيض مرة أخرى ونديره فوق الجبال باش يبان كذلك التنوع، ندعم التنوع اللوني لأن هذا المنظر فيه ألوان التراب ضروري يكون اللون ديال الإضاءة أصفر بالكريم بالأبيض. كذلك بالنسبة للجبل اللي مباشرة مع البحيرة، لاحظوا العملية ديال توزيع اللون بالسكين المثلثة، لاحظوا كيفاش كيصنع الموتيف وكيفاش كيعطيني الموتيف بجرات خفيفة. الآن لون التركواز والأزرق والبنفسجي والأسود، غنعطي واحد تشكيلة ديال الألوان غامقة ونديرها مباشرة كانعكاس ديال الظل في المياه للجبال بفرشاة عريضة. لاحظوا المساحة اللي كندير فيها اللون، غتكون مساحة تقريبا داخلة في البحيرة باش تعطي واحد الانعكاس ضوئي، كذلك غيبدل لي المنظر وغيصيغ لي منظر البحيرة بشكل جميل، غيعطي لي انعكاس ديال العناصر ديال المنظر ديال الجبال في البحيرة. وراه استمديت اللون دائما من تركيبة الألوان اللي في الجبال. لاحظوا عملية التوزيع، مساحة قليلة ونحاول ندمج، نجيب فرشاة مبللة نبللها وندمج نقطة تلاقي اللون مع اللون تركواز الأخضر اللي كتشوفوه لتحت، كيذوبوا الألوان وكتبان واحد تشكيلة جميلة رائعة كيف ما كتشوفوا. غنضيف اللون الأسود على نفس الطبقة اللي شتو غيعطي هذا اللون، ثم غندير الانعكاس ديال الجبل في المياه مباشرة. لاحظوا غادي نحاول نراعي نفس الشكل ديال الجبل في المياه لتحت، غنديروه على شكل مثلث. لاحظوا المساحة اللي خاد، ثم نبدا نهود بضربات عموديه مباشره لسعات ديال الانعكاس ديال العناصر ديال المنظر اللي في الجبال. لاحظوا كيفاش كنحدد المساحه ديال الانعكاس ديال الجبل في المياه، ثم المساحه الاخرى ديال اللون غنحاول ندمجها، ندير اللون كريم واصفر، كريم وابيض عفوا، نديرو على تأطير الجبل باش يبان ويتعزل لأن الألوان متداخلة، غيبان معزول وفي نفس الوقت راه تبان واحد اللسعة ضوئية وانعكاس ضوئي في قمة الجبل. ندعم اللون الأصفر والأبيض كريم على المساحة ديال الصخور والأتربة، ثم كذلك بالنسبة لانعكاس ديال الصخرة في البحيرة، البحيرة بلون تركواز ضروري غتبان هاد المساحة فيها نوع من الأتربة والأوساخ اللي كتكون في البحيرة. لاحظوا اللون كيفاش دير، لون أسود وبني وأصفر كريم، ثم نفس اللون غنوزعو في البحيرة وغنرسم قارب في شخصين بحارة. لاحظوا العملية ديال رسم القارب باللون البني، لون بني قاتم يعني يميل الى الاسود بنفس فرشاه الانجولو. لاحظوا هذه الفرشاه قطعت معايا مراحل لرسم هذا المنظر، ثم ناكد لون الصخور والاحجار اللي في هذه الجهه اليمنى في السلسله ديال الاتربه باللون البني القوي وبفرشاه لسان الطير. ولاحظوا ارسم نقطه واشكال ديال الصيادين على
ظهر القارب، ثم نأكد اللون الأسود والبني في انعكاس ألوان الجبال على البحيرة، وبهكذا نكون يعني جهزت على المنظر. غتبقى لي واحد العملية اللي هي الإضاءة في البحيرة بضربات عمودية من الفوق إلى التحت باللون أصفر كريم اللي ضويته باللون الأبيض، وانتم غتشوفوا العملية كديرة سهلة وبسيطة. غادي نختم بها المنظر، لاحظوا العملية بفرشاة الأنجولو، غنصنع بيوت بعيدة كتبان الإضاءة ديالها فقط، وندير الانعكاس ديالها على البحيرة، بالتالي نكون نجزت المنظر ديالي بطريقة جديدة وسهلة لانعكاس الضوئي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارتاج بين أحبابكم وأصدقائكم ليعم المحتوى الهادف، والسلام عليكم ورحمة الله.